بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إلهام محمد حسني، أستاذ متفرغ بقسم الأطفال كلية الطب جامعة عين شمس، حاصلة على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الطبية لعام 2020. أنا سعيدة جدا بحصولي على الجائزة، وسعيدة بالتقدير من جامعة عين شمس، الجامعة اللي قضيت فيها كل حياتي من يوم ما دخلت فيها طالبة لحد الآن، لم أغادرها أبدا للعمل في مكان تاني. حصلت على كل الدعم والتشجيع من أساتذتي، تلمست على إيد أساتذة عظام ومن زملائي، سعدت بالعمل في التيم الجميل اللي بشتغل فيه، وهو وحدة حساسية ومناعة الأطفال في جامعة عين شمس اللي كنت رئيسها لفترة. كذلك أنا عملت كعضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للحساسية لمدة 6 سنوات كرئيس لقطاع التدريب والتطوير بالمنظمة، وخبير مؤقت بمنظمة الصحة العالمية لجهود منع شلل الأطفال. الحقيقة كان مردود عملي في جامعة عين شمس إن ربنا أنعم علي بقدر كبير من البحوث العالم الدولية المنشورة في مجلات ذات معامل تأثير عالي، فحصلت على H Index عالي، وكان نتاجه مجموعة من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية، جائزة الدولة للتفوق العلمي، جائزة الدكتور يحيى الجمل في طب الأطفال، وجائزة دولية من مؤسسة السيفير لأفضل بحث نشر في عام 2017 في كل مجلات السيفير. حصلت أيضا على جائزة دولية من المنظمة العالمية للحساسية للتقدير كزميل دولي متميز. كل ده بفضل الله الحقيقة. والرسالة اللي أحب أوصلها لأبنائي وبناتي، مش بس في طب عين شمس ولكن في كل كليات جامعة عين شمس، إنه لما تكون عندما يكون هناك رغبة يكون هناك وسيلة. When there is a will, there is a way. فأنت تقدر الحقيقة، ممكن جدا نبتدي ونحاول، هتلاقي دعم، هتلاقي دعم الجامعة عين شمس يمكن ما كانش موجود زمان كتير في النشر الدولي وفي المشروعات البحثية المحلية والدولية، في مؤسسات النهاردة في مصر بتدعم هذه المشروعات. لو هتلاقي باب عميد الكلية عندك مفتوح تقدر تدخله وتقدر تقول رغباتك، باب رئيس الجامعة حتى مفتوح لنا جميعا. فأنا الحقيقة عايزاكم كلكم تحاولوا، هتقدروا إن شاء الله، يبقى لكم بحوث كثيرة، تحصلوا على جوائز دولية، وترفعوا راس جامعة عين شمس العريقة، وتدعموا مصر الغالية بمجهودكم وبتعبكم وبفضل التوكل على الله. وآخر كلامي ليكم، الحمد لله رب العالمين.